شو رأيك زاكي؟ يعني كويس. وكمان في مليان بنات هون بيدرس لنا وكثير حلو المكان كمان. مرحبا، في هذا الفيديو رح ناخذكم في جولة في أبرز معالم مدينة العين السياحية مثل جبل حفيد، حديقة حيوانات العين، واحات العين، قلعة الجاهلي، المبزرة الخضراء، وكمان منتجع عسفار اللي قضينا فيه فترة إقامتنا ليومين. خليكم معنا، تابعوا الفيديو للآخر، ومش غلط إذا بتعملوا لايك، تكتبوا تعليق، وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. سافر ففي الأسفار 7 فوائد، وفي منتجع أسفار بالعين 10 فوائد. محطتنا الأولى هي حديقة حيوانات العين. تعال هاي حديقة الحيوانات العين، هون عندنا فلامينغو وكمان سمك. ما بعرف شو الرابط بين المندي ومدينة العين، أنا كل ما أجي لهون أول شيء بشم ريحة المندي، عشان هيك اليوم أول يوم بالعين أجينا ناكل مندي في مطعم بيت الضيافة للمندي. تفضلوا معنا. يلا نم. والله نم. كثير زاكي. كثير زاكي. طلبنا مضبي دجاج ومندي لحم وفطفط جرجير. طبعا مطعم بيت الضيافة يعني غني عن التعريف، واحد من المطاعم المندي المعروفة، وفعلا أكل طيب يعني تونا بلشنا بس طيب يعني من أول لقمة. مرحبا، هذا البرج اسمه البرج الجاهلي، تعالوا أشوفكم إياه. افتح يا سمسم، افتح، قل له افتح يا باب، قل له افتح يا باب. مش راضي يفتح؟ ليش سكر؟ اوكي.
طبعا أخذنا غرفتين وصالة مع بلكونة مطلة على حديقة ومسبح الفندق. صراحة فندق مريح ونظيف جدا وأسعاره مقبولة. هاي أرقامهم للي بيحب يحجز عندهم، highly recommended. طلعنا من منتجع أسفار وإجينا مباشرة على المبزرة الخضراء، حنقضي فيها بعض الوقت يعني شي ساعة زمن نستمتع بالأجواء اللطيفة هون بالمكان الأخضر حلو، وبعديها نطلع على جبل حفيد. احنا الان موجودين في اعلى منصة في جبل حفيت. طبعا الجبل ارتفاعه 1240 قدم عن سطح البحر ويعتبر ثاني اكبر جبل بالامارات بعد جبل جيس. احنا في الاستراحة الموجودة، اتوقع هي الوحيدة هون، استراحة واحد قمة جبل حفيت. مكان حلو ورايق، قاعدة جميلة، الاجواء حلوة. الان في شهر ثلاث، اخر شهر ثلاث. بوزة بوزة يلا إيما. وكمان في مطعم هون نشتري منه أشياء. أوكي أوكي. مرحبا، تعالوا أوديكوا على واحد العين. منتجع أصفار، هلا صار الوقت حتى نروح نرجع على أبو ظبي. كيف كان المكان يا شباب؟ كثير حلو، حلو. بدنا نيجي هون كمان مرة. كمان مرة؟ كل يوم؟ أوكي إن شاء الله. لا بدنا نضلنا هون. نضل هون؟ ما نروح. مع مصارينا كلها؟ لا. أوكي. لا. يلا مع السلامة. مع السلامة. باي باي. كيف عافية؟ مع السلامة يا فندق. تذكر انه السفر دايما بيفتح لك آفاق جديدة، لانه السفر حياة. كان معكم احمد عبيدات، ارجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد باستمرار. واذا عجبك الفيديو هاي فايف.